اروحش مكان غير لما اتوضى واصلي. النقاب عشان اداري نفسي بتقولي بس ستره زعل الجمهور اديني خلعت. يعني انا لابسه النقاب ستره ومش مقتنعه بيه من الاساس، ولبسته علشان ارضي اهلي بعد ما زعلوا مني لاني غنيت قدام الرجاله ووشي مكشوف، وقررت اقلعه علشان ارضي الجمهور. بالكلمات دي علقت المطربة المنتقبة آية العدوي اللي أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا الأيام الأخيرة بأغنيتها ما بروحش مكان غير لما اتوضى مع جوزها المنشد الديني مصطفى رضا. آية العدوي اللي بقت حديث السوشيال ميديا كلها في مصر، هي وجوزها قررت تكمل في مسلسل الترند وطلعت بوشها وأعلنت إنها خلعت النقاب. آية اللي غنت أغنية ما بروحش مكان غير لما أتوضى وأصلي على لحن الأغنية الشهيرة بتاعت الحاجة نبيلة البامية شوكتني. هو ملوش علاقة بالبامية شوكتني، لأن أصلاً البامية شوكتني برضو واخدين اللحن زي ما احنا واخدينه برضو. واستغلت طيبة الست الغلبانة اللي قاعدة في الغيط ومش دريانة باللي بيحصل من وراها، وأثارت جدل كبير وضجة كبيرة، وناس كتير هجمتها وانتقدتها بعد ما ظهرت في مقطع فيديو كانت بتغني فيه وهي لابسه النقاب وجوزها بيسقف لها، والناس قالوا انها بتسيء للدين الاسلامي باللي عملته، وعلماء الازهر طلعوا وانتقدوها هما كمان. بس انا لبست عشان خاطر الناس ما تزعلش بس اهلي. وبعد موجة الانتقادات قررت آية إنها تطلع بوشها وترد على انتقادات الناس، وقالت إنها لابسة من فترة قريبة وليها سنتين شغالة مع جوزها في الغنى والإنشاد الديني، وفي البداية كانت بتطلع بالحجاب مش بالنقاب. آية العدوي كملت كلامها وقالت والله أنا يعني من بداية شغلي من حوالي سنتين ما كنتش منتقبة. كنت بعمل حفلات بس أهلي زعلوا مني. كان هيبدأ في انتقادات وزعل من الأهل اللي هم أهل أبويا، وست أم أبويا ست كبيرة وعقليتها يعني عندها عادات وتقاليد والكلام ده، رغم إنه إنشاد ديني مش غنى ولا مهرجانات. حبينا نلاقي حل وسط النقاب عشان أداري نفسي وكده. بس الجمهور انتقدني. الجمهور النقاب مش النقاب، أنت بتغني بالنقاب، أنت مش بتعملي بالنقاب، وهو يعني النقاب ده بالنسبة لي بس كسترة. المطربة اللي اتصدرت الترندات بسبب النقاب قررت في لحظة ترميه وتخلعه بكل سهولة، وكلمت على الموضوع ده وقالت خلعت، وقلت ادي النقاب هيزعل الجمهور اديني خلعت، يعني الموضوع عادي لا اكتر ولا اقل. يعني نفسي اولا يعني نشكر كل الناس اللي اولا اللي دعمتنا. آية ختمت كلامها وقالت الأغنية طلعت ترند وما كناش متوقعين إنها تعمل الضجة دي، نفسي أحبب الناس فينا وأكسب ثقتهم علشان ننجح أكتر، وبشكر كل الناس اللي دعمتنا وشجعتنا، وإن شاء الله هنفضل مكملين. هو السبب إن الأغنية أول ما نزلت خدت الترند على طول. آية وجوزها عملوا ضجة كبيرة في مصر وناس كتير انتقدتهم وقالوا ازاي واحدة تطلع تغني على المسرح وهي لابسة النقاب، ودي إساءة للدين الإسلامي وما يصحش اللي وصلنا له، احنا بنجري ورا الترند وبس. المطربة المنتقبة ما رضيتش تزعل الجمهور وبقت مش منتقبة وخلعت النقاب ورمته في الدولاب، ورفعت شعار أهم حاجة رضا الجمهور، ولسه ياما هنشوف.